يا ست محروسه قفلتي بدري ليه النهارده؟ وانا اللي عامله حسابي جاي اشرب كوبايه حلبه. بقول لك ايه يا نعمه؟ تحب نروح الشهر العقاره تنزلك عن القهوه؟ احلى كوبايه حلبه للاستاذه بسرعه يا علاء. حاضر يا ست محروسه. وانا ادع لها نقطتين لبن. عيوني. مالك؟ مبسوطه؟ يا رب دايما في خير وسعاده. اللي بسطي بس النهارده ضيعت لصلاح كل فلوسه وشفته هو بيتحسر عليهم. وحسيتي بايه؟ حسيت بسخونه بدفى. بس حرقتهم له. الترابيزه اللي حرقت عليها الفلوس كانت قريبه مني مفيش متر، والهبو كان طالع عليا بتاع السخونه. كنت حاسه ان شويه وخلاص جلدي هيقع، بس قلت لا امسكي نفسك يا نعمه، في موقف جلل زي ده ما ينفعش تتراجعي ولا تتقاعسي قدامه. حسيت اني حرقت الحاجه اللي بوظت علاقتي بيه. طلعت بعدها على الحسين صليت ركعتين لله واستغفرته. قلت له ما تزعلش مني يا رب، وغلاوه حبيبك النبي ما تغضب عليا اني حرقت الفلوس. انت عارف انا حرقتهم ليه؟ عليه الصلاه والسلام. أنا جيت في وقت مناسب. بص يا نعمة، أنا عملت اللي أنت قلتي عليه وما بلغتش عن صلاح، بس لساني بياكلني. ببص في المراية كده بحس نفسي أبلغ قوي، بس حاجة جوايا تقول لي يا واد اتقل، يا واد ده أنت ملتزم بكلمة مع نعمة، يا واد دي مديك عربون. وأروح مطلع ال 100,000 جنيه باصص لهم يصبروني، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واقول لا خلاص مش هبلغ مش هبلغ، وادخل انام. اصحى الصبح الاقي نفسي تاني عايز ابلغ، اطلع ال 100,000 جنيه ابص لهم. قلت يا واد كفاياك بص بقى، انت بتعمل في روحك كده ليه؟ ما تروح للاستاذه نعمه تاخد منها بقيه فلوس الاتفاق، وهو ال 900 اللي معاها على ال 100 اللي معاك مش هيخلوك بس ما تبلغش عن صلاح، لا دول هيخلوك ما تبلغش عن صلاح وهيخلوك تنسى صلاح ونعمة أساسا. يروضني إحساس يا مدحت إن موضوع الإنشا اللي أنت رصيته ده منمق ومرتب، بس ناقصه أهم حاجة المعلومة. قولي يا مدحت وما تخبيش عليا، إحنا خلاص بقينا فريق واحد قلب واحد. أنت خدت فلوس من صلاح يا مدحت؟ 250,000 جنيه. هعمل معاك حاجة أعرفك إنك حمار وحمار حلو. مدحت 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 مدحت، بس انا عامله لكل واحد فولدر. مدحت تديني 1,000,000 جنيه وابلغ عن صلاح في موضوع محمد. اولها بسم الله الرحمن الرحيم كده جريمه تستر على مجرم، ودي عقوبتها في القانون ما تقلش عن سنتين. واحنا عندنا اصلا جريمه قديمه شروع في قتل، ودي عقوبتها ما تقلش عن سنتين وما تزيدش عن 7، ودي بقى فيها 6 شهود محروسه واحده منهم. وانا اوعدك اجيب لك في دي 7 وفي الثانيه 2، يعني هتقعد في السجن 9 سنين يا مدحت، وانت من دلوقتي شعرك ابيض. مش قادره اتخيل سحنه امك هتبقى عامله ازاي لما تخرج من السجن. تهيألي هتبقى شبه عم ايوب اللي في مسرحيه الجوكر. انت بتبيعيني يا نعمه؟ وانا من امتى يا روح امك كنت اشتريتك عشان ابيعك؟ بتفكر في ايه؟ ان الدنيا هص هص؟ مفيش حد موجود هنا غير انا ومحروسه وعلاء وانت؟ حابب اقول لك ان ابويا معاه نسخه من التسجيل برضه، وابن عمي في السويس معاه نسخه تانيه، وبنت خالي اللي في البحيره معاها نسخه برضه. قدامك 10 دقايق تروح تجيب فيهم ال 100,000 العربون، يا اما احبسك. ماشي يا نعمه ماشي. مدحت لو بلغت عن صلاح احبسك برضه. انا مش بلغ عن صلاح، انا بلغ عن مدحت. لو برطمت تاني وانت ماشي هقول لك هات ال 250,000 اللي خدتهم من صلاح،
وبرضو ايه؟ هحبسك. امشي يا مدحت.